احنا مين شرفونا فيه يا فندم؟ اسبوع سبعة ايام بلياليهم. اه فاتتني حكايه لياليهم دي يا حبيبتي. هتبقى حوسه لو كانوا اجروا الاوضه قبل النهار وجوها بالليل لحد تاني. اتفضل سيادة القنصلي اللي هناك وانا حصل سيادة القنصلي العفش. لا انا افضل اكون مع العفش. لا ما يصحش يا سيدي. طيب هم حتتين قدامك ما تخافش يا سيدي. وتخلي بالك منهم عشان فيهم الظروف بتاعتك كلها وانت عارف الايام الظروف صعبه شويه. يا بيت مالي. اسمع ما تهبطهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعك مستلفه من واحد صعب. يا بيت مالي. بالراحه عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبني امشي لحد الاوضه؟ اه صحيح فاتتني دي. تاكس تاكس ما تستعبطش لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ انت كنتش فاهمه انها اتجوزت طرزان؟ ساكت ليه؟ ما تيلا. بس بسال يا حبيبتي يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي المهم تشيلني وبس. قوي على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقوله يا حبيبتي اندم برضو على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حمادة؟ من نخشيشي من جوه نخشيشي انا يا حبيبتي. تأخرت على سيادة الرصاصية العفش كان متعطل شوية. كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجه بقى. ايه؟ انا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيله دي. مالكش دعوه. وكلمتنا واحدة
لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمة بكرة. بإذن الله يا معلم نتقابل في المحكمة بكرة. بقول إيه لسعادتك؟ إيه؟ ما تقبل مسكرة. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي أديك السيجارة اللي هي. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. سلام عليكم. والعمل يا ابراهيم افندي. والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللقنة. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مره، ست مرات. كل العمال بتوع اللقنة قالوا لي ان العروسه نبهها عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. الو اللوكاندا، من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابولي المحامي. الابولي الابولي يا ست. عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره جدا، احنا متسوحين يا هانم. الله، لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان، حاولي تاني، الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش. ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اقول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوقي. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوه بس أنا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الأتعاب. بكرة بندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هكون في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بشكل. احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا يا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ اصل خلص بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى.